تلك الروح الإنسانية البسيطة الأصيلة القادرة على إثارة الدهشة طول الوقت، شديدة التواضع، كل ده بشكل أو بآخر هتلاقيه في أفلامه. أستاذ داوود، أنت مثلا لو مسكت من أول التعليق كان في ناس أحيانا تقول لك أنا ما بفهمش هو عايز يقول إيه في أفلامه، ولكن هو مشغول بفكرة الرحلة، رحلة الإنسان في إطار جيل حياة اتولد عاش قدرته إنه يتعامل مع كل المعطيات اللي حواليه. ومن المميزات اللي عنده كمان مهمة قوي المرأة في سينما داوود عبد السيد. أنا بشوف إن المرأة في سينما داوود عبد السيد هي طول الوقت قادرة على الفعل، وأحيانا ممكن يبقى الفيلم على اسم راجل أو البطل هو راجل وبيحرك الأحداث، ولكن مثلا لو خدنا رسائل البحر كمثال هتلاقي إن شخصية بسمة هي اللي كانت فعالة طول الوقت، وآسر أو يحيى هو كان رد الفعل. فأنا هو عنده الحاجات المهمة دي في السينما داوود، مش هتكلم على مستوى التصوير، على مستوى الإحساس، على مستوى السيناريو. لو يعني مفيش حد فينا مثلا كده تقعد تفتكر يحيى أبو دبورة، فيحيى أبو دبورة ده كأنه بيت عامل زي أيقونة في التاريخ. الفيلم كله طبعا أرض الخوف، ولكن يحيى أبو دبورة ده نموذج فعلا متفرد في صياغته الدرامية، الجمل، الحوار. داوود أقرب منه للروائي، أنا بحس إنه عنده الإحساس ده بشكل كبير قوي، هو راجل روائي. الناريشن عنده أو الحكي، يعني انت ممكن تغمض عينيك من جمال الحوار عشان تسمع. فانا داوود بالنسبه لي هو سينمائي مختلف، عنده خصوصيه حقيقي، لانه هو ما قررش يخضع لاي قوانين سوق ويشتغل بيها، هو طول الوقت بيعمل اللي بيحسه واللي عنده قدره ان هو يخليه هو كمان عنده حاله من الشغف. فالشغف ده بشكل او باخر بينقل للمشاهد او المتفرج.